قال مالك بن دينار: دخلت على جار لي وهو في الغمرات يعاني عظيم السكرات، يغمى عليه مرة ويفيق أخرى، وفي قلبه لهيب الزفرات، وكان منهمكا في دنياه متخلفا عن طاعة مولاه. فقلت له: يا أخي، تب إلى الله وارجع عن غيك، عسى المولى أن يشفيك من ألمك ويعافيك من مرضك وسقمك ويتجاوز بكرمه عن ذنبك. فقال: هيهات هيهات، قد دنا ما هو آت، وأنا ميت لا محالة، فيا أسفي على عمر أفنيته في البطالة. أردت أن أتوب مما جنيت، فسمعت هاتفا يهتف من زاوية البيت: عاهدناك مرارا فوجدناك غدارا، نعوذ بالله من سوء الخاتمة ونستغفره من الذنوب المتقادمة. يا أخي، أقبل على قبلة التوجه إلى مولاك، وعرض عن مواصلة غيك وهواك، وواصل بقية العمر بوظائف الطاعات، واصبر على ترك عاجل الشهوات، فالفرار أيها المكلف كل الفرار من مواصلة الجرائم والأوزار، فالصبر على الطاعة في الدنيا أيسر من الصبر على النار.